الله شاء منذ البداية، والقرآن طافح بالأدلة على ذلك، منذ البداية أن يفعل بتوسيط ماذا؟ أسباب اللي احنا بنسميها الآن القوانين إيش؟ الكونية والطبيعية. هذا طريقة عمل الله. ما المشكلة إذا كان الله يريد أن يخلق الأنواع وأن ينسل بعضها من بعض بطريقة الانتخاب الطبيعي؟ ما في أي مشكلة. والقرآن يقول هذا، القرآن يقول يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد، تخيل، بل هم في لبس من خلق جديد. ولا صحيح؟ ما لكم لا ترجون الله وقد خلقكم أطوارا. في إشارات مدهشة وعجيبة. وأما أنه خلق آدم، هو قال لك بدأ خلق الإنسان من طين. قصة طويلة، هذا حنخليها في آخر السلسلة إيش الثانية بإذن الله تعالى، بس هذه تحت الإحصاء حتى إيه نرتاح مبدئيا. يعني نحن لا نروج للإلحاد، لكن في نفس الوقت لا نريد أن نغالط أنفسنا بمغالطة الحقائق. وإن ثبت أن هذه نظرية محترمة وقوية وعندها قدرة تفسيرية عالية جدا يا إخواني لحقائق كثيرة، مش من مصلحتنا كمسلمين ولا كبشر أن نشوه الحقيقة ونقول لا هي مش هيك وهي فرضية ضعيفة وفاشلة ولا تدرس. يكتبون على الناس يعني لم تعد تدرس في أوروبا ولا في كلام بعض المشايخ الوعاظ، كلام ناس تهجس وتهرب بما لا تعرف. نسأل الله ألا يكلفنا فوق ما نطيق وألا يجعلنا من المتكلفين لما لا نعلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.